هنروح لاخبارنا ونبتدي بكره اليد. ايضا كره اليد بيلعبوا دوري السوبر دلوقتي، كابتن طارق محروس المدير الفني، وطبعا هيكون معانا كابتن ياسر الرملي بفكر حضراتكم رئيس الجهاز في الفقره الحواريه، ونعرف منه حاجات كتير تخص جمهور النادي الاهلي. الجوله الخامسه كان مع نادي المعادي، فزنا على نادي المعادي بنتيجه طبعا الشوط الاول بنتيجه 33-21. الشوط الاول خلص بنتيجه 16-10. الفرقه لعبت 5 ماتشات، كسبنا 4، خسرنا مباراه واحده من نادي الزمالك. المشوار لسه طويل على فكره، المشوار طويل، الدوري لم يحسم سواء خسارتك او مكسب او بتاع، الدوري لسه طويل. نتمنى الفرقه توصل في النهايه تبقى هي في التوب فورم، ونقدر بشكل كبير ان احنا نحسم بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله السنه دي. كاميرا الابطال كانت موجوده في الملعب، عملنا التقرير، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. والله الحمد لله كانت مباراة في دي خامس مباراة لينا، كان مهم جدا ان احنا نكسبها. طبعا الفترة اللي احنا فيها دي مرحلة ترتيبية، نقطنا مع نقط فريق المرتبط 2004 ومرتبط 2002، الحمد لله احنا كسبانين كل المباريات طبعا باستثناء مباراة الزمالك. المرتبط عندنا 2004 كسبان كل المباريات، منتخب فريق 2002 خسران مباراة واحدة. يعني لو بالترتيب العام احنا ما بين اول او تاني المرحله اللي احنا فيها، وده الهدف من المرحله دي ان احنا بنكون في اول 6 مراكز اللي بعد كده بقى مرحله الحسم بتاعت الدوري. مباراه النهارده كان فيها تجربه بعض العناصر لسه راجعه من الاصابه زي محسن رمضان، في ناس كانت بعيده شويه عن اللعب الفترات اللي فاتت، برضك اديناها فرصه كبيره النهارده في المباراه. يعني خدنا الهدف مباراه استعاد الثقه لبعض اللاعبين، مكسب المباراه، فالحمد لله. هو احنا المرحله اللي احنا فيها احنا 18 نادي بيبقى بيجمع النقط بدايتنا مع نقط اعتباريه لفريق 2002 و2004، بياخدوا بعد كده اول 6 فرق بيلعبوا دوري رايح جاي، وبعد كده بياخدوا 4 فرق بيلعبوا دورتين مجمعتين على بطوله الدوري. فاحنا زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي احنا في المرحله الترتيبيه، واحنا واخدين الهدف بتاع المرحله دي ان شاء الله. فوز كان مهم لينا، كل ماتش في الدوري مهم طبعا، دي المرحله التمهيديه اللي لسه في الاول، فكل ماتش يهمنا بحيث ان احنا على اخر الدوري نبقى خلاص دخلنا في اعلى في البيك بتاعنا كفورمه يعني. الحمد لله النهارده كان مستوى كويس واداء كويس، والفتره الجايه يبقى احسن ان شاء الله. مهمه طبعا، لازم كل ماتش ناخده ماتشه، كل ماتشات مهمه، مفيش ماتش نستسهله او ناخده برعونه او حاجه، كل ماتش نديله حقه وندي الفرقه قدامنا حقها، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى المستوى احسن والمكسب ليها ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين طبعا المكسب. المباريات دي احنا يعني طبعا فرق ليها احترامها، بس احنا بنجرب اكتر عدد من اللاعبين. كابتن طارق بيدي فرصه الدور الاول ده كله ان احنا في لاعبين كتير يشاركوا عشان نقف على تشكيله معينه ونعرف مين اللي هيبقى اكتر جاهزيه في الدور الثاني اللي هو اللي هيبقى الادوار الحاسمه، يعني الدور الثاني والدور النهائي ان شاء الله. الدوري كله بقى قوي، كل الفرق قويه، كله بقى مدعوم بفرق مواليد 2098، فالدوري كله بقى بنسبه كبيره ان هو في يعني المستويات قريبه من بعض، فطبيعي انت الدور الاول هيبقى دور قوي، بس في نفس الوقت دور تاهيلي اكتر، لان مش هيبقى محسوب من ضمن في مجامع الصعود يعني. فاحنا الدور ده هيبقى تاهيلي لينا ان شاء الله، في الدور الثاني والدور النهائي يبقى الشكل افضل يعني ان شاء الله. الحمد لله كانت الفتره النهارده يعني الماتش النهارده كان بخطوه للفتره الجايه، كنا نلعب نازلين مقررين ان احنا نلعب هنجرب حاجه خطط جديده عشان ماتشات النهائيات ان شاء الله الفتره الجايه. ربنا كرم وفي حاجات اشتغلنا وجت وحاجات لسه بنظبطها، فالماتشات دي يعني بالنسبه لنا زي التمارين. هو الدوري يعني مش جامد قوي، الماتشات كلها بتبقى في ليفل، والخصم بتاعنا الزمالك بيبقى في ليفل تاني خالص. هو ده الماتش اللي احنا بنجهز له طول الموسم، خصوصا ان احنا الدوري الفتره دي السنه دي بالذات جاي بشكل جديد، ان انت تقابل الزمالك خصم بتاعك 4-5 مرات، فانت هتتحطي في الستريس ده كتير، فانت بتقعدي تتمرني له، بس هي كده كده كل الماتشات في ليفل تاني خالص غير الزمالك. زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير انه احنا في مرحله الترتيب دلوقتي، 18 فرقه بيلعبوا، هيلعبوا يعني مش رايح جاي، هيلعبوا مباراه، يعني انت تلعب 17، كل فرقه تلعب 17 مباراه، 17 جوله. وبعد ما تلعب هتترتب، الاول من الاول للسادس هيطلعوا
يلعبوا دورتين مجمعتين، يحددوا يعني يحددوا مين اول اربعه، وبعد كده يطلع الاربع فرق الدور النهائي يعملوا او يلعبوا مباراه، يلعبوا جوله واحده يتحدد منها بطل الدوري. يعني بالتقريب كده عندنا 17 ماتش، وبعد كده 10 ماتشات ادي 27 ماتش، وبعد كده 33 ماتش كله اتلعب منهم خمسه لغايه دلوقتي. فالدوري مش كبير ولسه احنا في الترتيب. يعني مباراه الزمالك مباراه كان يهمنا نكسبها وكل حاجه، بس دي ترتيبيه. ان شاء الله نتاهل من السته اللي فوق، وان شاء الله نتاهل من الاربعه اللي فوق. المهم لما نوصل للاربعه نكون في التوب فورم، وده كلام الجهاز الفني وكلام اللاعبين، هم فاهمين هم عايزين ايه، ينقصهم توفيق ربنا. يعني توفيق ربنا هو ده الاهم.